انا متاكد ان اللي انا مرتبط بيه بيحبني، دي حاجه ما فيهاش نقاش ومش محتاج او مش محتاجه ان انا اراجع نفسي فيها، دي حاجه انا متاكد او متاكده منها. بس المشكله ازاي اخليه او اخليها تتمسك بيه، ازاي ما اخليش حبيبي اللي انا مرتبط بيه يعني يتغير معايا، او الحب ده يقل، او احس ان انا مش فارق معاه. هو ده اللي احنا هنجاوبه في حلقه النهارده. دايما كده نصيحة خدها وخديها، قاعدة في حياتك أو في حياتك: اللي بيمشي عشوائي غالبا ما بيطولش ولا بيوصل لأي حاجة، بينما اللي بيمشي منظم ومحدد وعارف هو عايز ايه هو ده اللي بيقدر ان هو يتحكم في حياته. الموضوع يا جماعة مش عبارة ان انت بتشوف حد او انت بتشوفي حد بيعجبك وانت تعجبيه بتحس بحب وكذلك، وشغل الافلام ده ونبدأ ان احنا نصارح بعض كده العملية انتهت. في تحديات دايما ولازم هتواجهنا في الحياة، لازم نكون مستعدين ليها، ولازم كمان نعمل خطة. مش عيب ان احنا نعمل خطة نحافظ بيها على الحب بتاعنا ده ونحميه ونكبره، ايه المشكلة، ونزوده ونحط في دماغنا حاجة زي كده. انا بس برحب بيكم سريعا، وكالعادة بقول لك جديد يعني عرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، وقناتنا محمد ابو زيد على اليوتيوب والفيسبوك اشتركوا فيها عشان نفضل متواصلين مع بعض. خلي بالكم معايا في الحاجات اللي احنا هنقولها دي، واللي شايف انه بيعمل اللي انا هقوله في حلقة النهاردة ده يكتب لي في التعليقات. انا مش محتاج ان انا اسمع الحلقة وانا بعمل ده، وانا اتحدى ان اي حد ممكن يكون، صراحة اتحدى ان حد يكون بيعمل كل ده. اول حاجة قبل ما ترتبط تأكد ان الشخص ده ظروفه تمشي معاك او تمشي معاكي، المادية الاجتماعية العمر حتى بتاعه مناسب، اهله يتوافقوا معاك، تعليمه يتوافق معاك. ابدأي صح او ابدأ صح قبل ما ترتبط او تدخل في علاقة عشان ما يجيش كله على دماغك بعد كده. ما هو ده بقى النظام، ده فرق العلاقة المخطط ليها من العلاقة اللي هي ماشية سبهللة، اللي غالبا ما بتوصلش لأي طريق بره وما بتخلوش من المشاكل اللي بتحول الحياة لجحيم. دي أول حاجة. تاني حاجة اتأكد ان الشخص اللي انت هترتبط بيه ده مفيش حد في حياته، يعني انت مش طرف تالت ولا طالع من تجربة فاشلة، ولا انت كمان اوعى ترتبط وانت طالع من تجربة فاشلة، لان انت هيكون السبب الرئيسي عندك في الارتباط هو ان انت عندك فراغ عاطفي عايز تملاه، فهتظلم الطرف الاخر وهتظلم نفسك هو كمان. ايوه تتأكد، ايوه تسأله، ما فيهاش مشكلة، انت كنت مرتبط، انت حبيت قبل كده، هيبان من رده، الانسان مش غبي، هيبان من تعابير وشه وهو بيرد عليك. اسأل المقربين مش عيب، اعرف، حاول ان انت تبحث عن المعلومة دي، بيبقى باين. اوعى تسمح او تسمح لنفسك ترتبط بحد لسه خارج من علاقة فاشلة. تالت حاجة، ما دام ارتبطتوا حطوا خطة للعلاقة بتاعتكم. لو انت مرتبط بحد، والكلام النقطة دي تحديدا للبنات، وبتسأليه ناويين على ايه بيقولك مش عارف او سيبيها بظروفها، دي اول علامة مقلقة ممكن اقدر اقولك انهي العلاقة وبلاش وجع دماغ من البداية. انما الشخص اللي بيقولك هنعمل 1 2 3 في الوقت الفلاني ومحدد الخطة اللي انتوا هتمشوا عليها، اكبر دليل، اكبر دليل ان العلاقة دي ان شاء الله هتنجح وان الشخص ده صادق معاك. خلي بالك من النقطة دي. ممكن حد يقول لي طب وده ليه علاقة بان حبيبي يتمسك بيا؟ ايوه طبعا، انت اخترت صح وبدأت صح وبنيت صح، حبيبك لازم هيتمسك بيك لانك اخترت الشخص الصح. وبرضه هقول لكم لو شايفين ان الحلقة دي احنا لسه مخلصناش فيها إفادة دوسوا لايك، وأنا قلت دوسوا لايك عشان توصل لأكبر قدر من أصدقائنا. شايفينها ما فيهاش أي لازمة ولا أي إفادة دوسوا ديسلايك، مش عايزينها توصل لحد، بس اكتبولي السبب ليه هي مش عاجباكم أو أنتوا دوستوا ديسلايك. قلت لو في مشكلة أقدر إن أنا أعالج. إحنا نتمنى الخير للكل يعني، وأصدقائنا اللي بعتولي على الخاص وأنا بعتذر إن أنا بتأخر عليهم في الرد، صدقوني أنا عامل حلقة زي دي من كمية الأسئلة اللي شفتها في الفترة الأخيرة، فعملت الحلقة دي. عمري أبدا ما أتعامل معاكم بتجاهل. الخطوة اللي بعد كده، خلي بقى عندك ذكاء أو عندك ذكاء، إذا أخطأت اعتذر. دي من الحاجات صدقني اللي تخلي حبيبك يشوفك مميز، ما تقللش منك ابدا، يحس ان انت عاقل او انت عاقلة متزن بتحبه بجد، شخصية كده مميزة
عندك ثقافة الاعتذار، ما دام انت او انت تأكدت ان انت اخطأت وجب الاعتذار، عشان هو كمان لازم هيغلط، دي طبيعة الحياة، يقوم يعتذر، ما يقولش لا، ما هو لما بيغلط ما بيعتذرش، فانا كمان هغلط، وممكن يتعمد، خلي بالك، ان هو يغلط وما يعتذر، فيأتي بينكم التوتر الكبير من النقطة دي. حاجات صغيرة بتفرق في مصير العلاقة ككل. حاجة مهمة قوي، احترم دايما الطرف اللي انت مرتبط بيه قدام الاخرين، بينك وبينه براحتكم، يعني دايما بقولك بينك وبين الطرف اللي انت مرتبط، انما احترمه قدام الاخرين، حتى لو اختك، حتى لو اخوه، حتى لو حد عارف ان في عيب، ما تحاولش ان انت تفتحه قدام الاخرين، على طول الطرف الاخر هيبدأ يعرف ان انت مميز، ومهما حصل انت شخص متزن، وهتقدر ان انت ترسم له صورة كويسة وتكمل له الوجاهة الاجتماعية اللي هو بيحلم بيها، على طول يبدأ الطرف الاخر ان هو يشعر بمدى تميزك. يعني حتى ما تعايروش بالعيوب اللي هي فيه، لو في عيب اوعى تعايره، لو انت هتتكلم معاه اتكلم معاه بصيغة مميزة، يعني مثلا والله انت فيك مميزات كتيرة قوي، بس في حاجة انا شايفها او انا شايفها، لو انت خدت بالك منها وركزت عليها هتبقى احسن وتبقى افضل. اقول ولا لا؟ ايوه اسأله، مهد له، خد الحاجة تدريجيا، هي في فرق. انا ممكن دلوقتي اقول لواحد انت فيك الحتة دي وفيك العيب ده، يقوم يتخانق معايا، هي الطريقة هي اللي حكمت، وممكن واحد تاني اجيبها له باسلوب حلو، والله انت فيك مميزات كتيرة او عاجبني، بس في حاجة عشان انا مرايتك حابب او حابة ان انا الفت انتباهك لأقول، هيقول لك قول على طول، ده معروفة، تبدأ تقول كذا كذا. شوفوا الفرق بين الطريقتين، في النهاية انا قلت اللي انا عايز اقوله ووصلت رسالتي، ولكن دي طريقة خلتنا ممكن نتخانق مع بعض ونخسر بعض، ودي طريقة خلت الطرف يتقبل مني اللي انا بقوله، وبرضه هيشتغل على نفسه، وبرضه هيتحرج مني، انما الطريقة الاولى ممكن تخليه يعاند ويكابر ويحاول يثبت لنفسه ويثبت لي ان مفيش عيب وكلامك ما اثرش فيا، انما الطريقة التانية بتحرج. عرفتوا ليه لازم ان احنا نختار وننظم ونحدد الطريقة اللي احنا والاسلوب اللي احنا نتعامل بيه مع بعض؟ مهمة قوي يا جماعة، مهمة قوي وجوهرية قوي لنجاح اي علاقة. اخر حاجة بعد كده، دايما شارك الطرف اللي انت مرتبط بيه احلامه وطموحاته واهدافه، واوعى تقلل منها، نصيحة حتى لو هي تفهم من وجهة نظرك، مادام انت شايفها مهمة بالنسبة له ادفعه حتى لو بالكلام، صدقني هيتمسك ويتعلق بيك بطريقة انت ما تصدقهاش، لانه هيلاقي معاك اللي ما بيلاقيهوش مع حد تاني. الحاجة دي انا بحبها، انت اللي بتشاركني فيها، انت اللي بتدفعني لقدام، انت اللي بتقول لي كمل وما يهمكش كلام الناس، على طول على طول، حاجة من الحاجات اللي تخليني دايما عايزك، دايما متمسك بيك، دايما حابب ان انا اكمل معاك، ولو حصل اي نجاح او اخفاق عايز اجري عليك احكي لك، لان حاسس ان الموضوع مهم بالنسبة لك. اي حد يعمل كده، وشوف علاقتك، شوف حبيبك هيتمسك بيك ولا لا، واكتبولي في التعليقات رأيكم، واكتبولي صراحة انتوا عملتوا وبتعملوا من ده قد ايه، وايه اللي انتوا ما عملتوش، ولو حد بيعمل كل ده بس يكون صادق مع نفسه يكتب لي في التعليقات، وهنرفع له كلنا القبعة. اخر حاجة بقول، اللي نسي يدعم الحلقة لو شايفينها مهمة عشان توصل لبقية اصدقائنا دوسوا لايك، العكس صحيح، شايفينها ملهاش لازمة يدونا ديسلايك. يا ريت تشتركوا كمان في قناتنا الجديدة للكورة، مثبت رابطها في اول تعليق ووصف الفيديو، وقناتنا التانية للفضفضة، اللي عنده اي مشكلة بنحل مشاكلكم كل يوم مشكلة وبناخد ارائكم، يا ريت كمان تشتركوا فيها، وعندنا الانستجرام والفيسبوك لايف كل ليلة، وان كنت انا مقصر اليومين دول معلش، بس هنرجع ابتداء من بكرة، بنجاوب على اسئلتكم ونضحك ونهزر ونلعب، احنا عيلة واحدة، بحبكم جدا وهتوحشوا.